ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهداتي عزات وانا عينيا برمي مين لسه فيها حاجه مش شايفه قوي، بس اللي انا شايفاه حاجات حلوه الصراحه، وبروبرو بقى والوان يعني اشارات قمر. فاطمه شرمي انت منوره النهارده يا فندم. ذا ليس جارمنت فاشن ستوديو. يس. مين اللي اشار عليكي انك تعملي الاسم ده كله؟ ليه؟ بصي انا اصلا عندي بلوج بكتب على ويب سايت يعني تو هيلب البنات اللي المحجبات او المش محجبات في ان هم يعرفوا يلبسوا كويس وكده. اوكي. فهو كان اسمه داليس جارمنت. اوكي. داليس جارمنت نفسه داليس جارمنت نفسه ملوش سبب معين، بس انا اصلا بحب الدانتيل قوي. اوكي. فهو كنت بحاول اسمي حاجه ليها علاقه بالدانتيل، ومش عايزه ابقى مقيده في ان هو ايه. يا فاطمه يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه يا ماما. كنا عملناها ايه؟ بسبوسه ننوسه بتاع تتحفز يا ماما. بليس ده انا عشقك ده زم من اللي تاني. قلت لها لا ايه دي؟ انا كاتباه تي ال جي علشان يبقى سهل. تي ال جي يا سلام. طيب تي ادي اسهل. ايوه سهلت عليا. بصوا بقى يا بنات الحلوين اللي ما جابوش هديه لمامعاتهم في عيد الام او حماتهم قفشت عليهم، تي ال جي اسهل بكتير. محضره لنا 6 هدايا، كل هديه فيها طرحتين، والطرح بصراحه شيك شياكه، اشاربات شيك شياكه. لو سمحت استاذ حلوين، عارفه لو سمحت بتعرض الصور على الشاشه، بس لو سمحت بس حضرتك انا بس هقوم. ها؟ لو سمحت حضرتك يا فندم، لو سمحت يا فندم، لو سمحت اديني فرصتي بس عشان المخرج بتاعنا تبتدي على الهوا. مفيش. شكرا يا استاذ حلوين. بصوا بقى القمر انا هطلع الحاجات اللي عجباني. كان في طرحه سودة تحفه. ودي حلوه حاجتها كلها يعني ايه يعني. بس انا طبعا عشان انا اميل للاسود فانا عندي مشاكل. محرم المرحوم عندي مشاكل انا. بصوا القمر يا جماعه تي ال جي صح كده؟ اه تي ال جي. مين بيعمل ديزاينز؟ انا. يا سلام. والله انت اللي عامله دي؟ انت قصدك البرنتس يعني؟ لا انا بجيب القماشات، بس انا بحاول دايما ان انا اجيب قماشات مختلفه يعني مش بس شيفونات او بس ستانات، فاهمه؟ بحاول افكر بره الصندوق. شيك قوي قوي يا فاطمه الصراحه. ميرسي. والله يعني حتى لو واحده مش محجبه ممكن تلبسها سكارف. ممكن تلبسها اصلا تتحط كده على رقبتها. احنا معانا 6 هدايا. بصوا الحلاوه بتاعتها عامله ازاي. شاطره يا فاطمه. ميرسي. طب نشوف الثانيه كده اللي عاجباني لو سمحتي. ايه يا ماما؟ بصي هي دي بقى فكرتها، ان هي قماشتها بتلمع قوي. فالاسود علشان يهدي الموضوع. انت لو لبستيها على يعني لو واحده محجبه لبستيها على الاسود على راسها هتبقى بس الذهبي على رقبتها، فهيبقى شيك قوي ومدي فاهمه ضيف. هيبقى انت عايزاني البسوها كده زي ما انت عايزه. بس انا لابسه باروكه بقى فمش هتفرق معايا بقى شعري يهيش ما يهيش. بصي لا خالص، هو يعني هي مثلا ممكن تلبسيها كده تبقى مش سواري، ولو لبسها على الجولد هتبقى سواري بس. فهتبقى شكلها مختلف بس. يعني هي في ليها لبستين. وعامله منها الوان اللبستين دي. في لا هو لبستين ده كتير قوي، بس دي اللي هي الجلد دي في منها فضي وموف وبينك وكده. فضي وموف. برافو. معايا مين؟ سماح. يا سموحه. سماح دي حلوه قوي. سماح انت مايله للجلد قوي. واخده بالي عشان اسود وجلد. طيب ناخد جميله. يا جميله جميله احنا عندنا مشاكل في التليفون يا جماعه. طيب ممكن بليز نحل الموقف ده لو سمحتوا. ودي حلوه. ده جلد برضو. هو بصي هو مش جلد بس هو شكلهم جلد يعني. انت لو لابسه جلد على راسك مش هتسمعي حاجه. يعني مش هسمع حاجه. يعني الجلد بيبقى تقيل يعني. انت لو لابسه اصلا جاكيت جلد في الشتاء هتحسي ان هو تقيل بس هو رفيع. اوكي. فاهمه؟ فانت لو حطاه على ودنك مش هتسمعي كويس. ودي قماشتها ايه؟ دي هي ليكرا بس هي شكلها جلد يعني. هي ليكرا. بصي يعني بتشد. والله. طب والله بصوا حتى لو حطيناها كده بصوا انا ممكن اقضي بقيه الحلقه بيها سوبرمان. حلوه حلاوه. ليه طرح؟ ليه شرفات؟ بصي هي انا يعني الطرح تقليديه قوي بقت في الفتره اللي فاتت. اصلا صعب تلاقي طرحه شكلها حلو. ولو لقيتي حاجه حلوه بتقليديه تلاقي ناس لابسه نفس الستايل كتير. مظبوط. فانا كنت بحاول اعمل حاجات مش تقليديه تبقي انت لابسه ماستر بيس يعني، لابسه الطرحه على اي حاجه قطعة. هتبقي يعني اشيك واحده في الدنيا. ودي شيك قوي. معلش يا جماعه دي شيك قوي.
وبحاول اعمل افكار مختلفه. يعني مثلا عملت فكره ان الطرحه تبقى تحس ان هي فيها دي برضو يا فاطمه بلبستين صح؟ اه يا لهوي دي قمر. ايه ده؟ ايه الالوان دي؟ بصي هي ترتر بس مش ترتر الألوان؟ يعني ملونه اصلا. لابسه بقى باروكه ولا فارق بقى معايا بقى يهيش ما يهيش بقى من دعوه بقى. طيب احنا بقى لنا قد ايه تي ال جي بقى له قد ايه؟ 4 شهور بس؟ يس. كل اللي انت عاملاه ده بقى له 4 شهور بس؟ اه بس انا بجد ببسط جدا وانا بنقي قماش وبعمل ديزاين بتبسط جدا. فتحسي ان انا على طول سحله نفسي بعمل نيو كولكشن كل شهر 2-3 نيو كولكشن على قد ما اقدر. اه طيب السؤال اللي بعده بناء على ايه بيتم اختيار الالوان؟ الالوان عباره يعني ايه بالظبط؟ يعني انت النهارده دلوقتي بتقولي انا بعمل نيو كولكشن كل شهر. فانت النيو كولكشن ده بتقعدي تقولي بقى انا هعمل الوان كذا ولا لا؟ لا خالص لا لا خالص. بصي انا بعمل في كل كولكشن حبه حاجات ساده في بعض. يعني مثلا دي مثلا بصي هي لونهم 3 الوان دول في بعض او تحفه. اه فالوانها غريبه قوي. فانا دايما ببقى افكر ان في الكولكشن حاجات ساده لايقه على القماشات المشجره اللي انا او اللي فيها حركات اللي انا بلاقيها. ما هو حسب السوق. انت في الاخر بتشتري قماش من فاهمه من سوق من هنا. يعني من هنا ومش من هنا. يعني في حاجات من هنا وفي حاجات مش من هنا. اه في حاجات بتجيبيها من بره. اه اوكي. فهو حسب اللي انا بلاقيه. وبحاول بقى ان انا اوفق ان الكولكشن تبقى لايقه على بعض وفي نفس الوقت الحاجات الساده اللي في الكولكشن بعملها تبقى بقى يعني فاهمه تخلي الموضوع كده منمق. يعني في مثلا دي ساده بس هي نصها تول ونصها شيفون. وفي دي ساده اللي هي ايه نصها تول ونصها شيفون. اه تحفه برضو. هي ساده في الاخر ودي برضو. وفي منهم انا حاجاتك عجباني قوي. يعني عجباني لدرجه حاضر استاذ حبيب ممكن تمسكيها توريها لنا لو سمحتي. ايوه شوف. حاضر اهي. وبحاول ان انا اعمل الوان من دي علشان مثلا انت تبقي لابسه يعني كتير واحد بيضطر يلبس طرحه. اه طبعا كتير واحد بيضطر يلبس طرحه ساده. فما تبقي لابسه طرحه ساده تبقى برده فيها حركه مش ساده وخلاص. فبعمل منهم يعني الحاجات التول دي بعمل منها اسود واوف وايت الحاجات اللي هي بتمشي مع كل اللبس علشان تبقي في الاخر لابسه ساده بس هي طرحه مختلفه. يعني تعملي حاجات بالاوردر بتطلب يا فاطمه ولا لا؟ بصي الصراحه لو حد بيطلب مني على طول فانا عارفاه بعمله علشان ببقى يعني عارفه ان هو خلاص شهور هياخد الحاجه ومش هيحصل اي ايشو. بس لو حد جديد ببقى قلقانه ان انا فاهمه البس الموضوع. اوكي بس يعني انا الصراحه ناويه اعمل بالاوردر يعني بس بالأوردر. اه بس يعني تبقى برده الحاجه فاهمه في نفس. وفي حد بيجيب لك طقم ويقول لك اي في طرحه عليه يعني انا عايز البس ده ومش عارفه اعمل ايه؟ في كتير كمان. واو. طيب انت نورتينا النهارده. ميرسي. وشكرا جزيلا ليكي. معلش يا جماعه احنا انا اسفه انا بعتذر جدا. احنا حصلت مشكله في التليفونات هما بيحلوها حالا عقبال الفقره الجايه ان شاء الله تكون اتحلت. فاحنا في الناس اللي اتصلت كذبت في 3 دخلوا جميله واستاذ ابراهيم وسماح. التلاتة دول كسبوا معانا. التلاتة التانيين هنحولهم على السوشيال ميديا وما تقلقوش الحلقة دي تحديدا طويلة. احنا مطولين في الوقت ومطولين كتير في الهدايا والهدايا فيها اشكال وانواع كتير فلا تقلقوا خالص. التلاتة دول هيروحوا على السوشيال ميديا وبقيت ان شاء الله كنا صلحنا التليفون او التليفون خلاص اتصلح. بطلتي يا مارتينا النهارده والله العظيم. شكرا جدا على الهدايا وبرافو عليكي. انتي بتشجعي المحجبات ان هم يكون شكلهم مختلف واحلى. هو ده الهدف. وبالمناسبه انا عايزه اقول على حاجه صغيره كده. حاجه جات لنا الاسبوع اللي فات انا افتكرتها دلوقتي سبحانك يا رب. لما فاطمه كانت بتتكلم حالا عن الحجاب. احنا محجبات بس عايزين نقلع الحجاب ونبقى زيك. انا غلط. انا اللي غلط. حجاب فرض. وانا انسان ضعيف بدعي ربنا سبحانه وتعالى كل يوم ان هو يقويني علشان يلا بقى اعمل الخطوه دي وان شاء الله تكون خطوه قريبه ما تكونش خطوه بعيده وتكون خطوه وانا على الشاشه مش بعد ما اعتزل ولا بعد ما اكبر ولا بعد كذا. اللي اتحجبت تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يثبتها على الحجاب لان الحجاب فرض. الناس اللي بشعرها دي الناس الضعيفة الغلط اللي ما تتقلدش. فلو عايزين تقلدوا تقلدوا الست دي او تقلدوا البنوتة دي. انا في ده
ما حدش يقلدني، لانه صحيح شكلي حلو ومبسوطه بنفسي ومش عارفه ايه وكذا، لكن احنا الدنيا صحيح بس في اخرف. عشان كده الانسان الضعيف اللي زي بيقعد يقول يعني يا رب قويني بقى علشان انا مش عايزه اموت على حالي ده. فارجوكم لكل البنات اللي بعتوا على الصفحه الاسبوع اللي فات تحديدا فكره احنا عايزين نقلع الحجاب ومش عارفه ايه كذا، قد تكون رساله ليكي من خلالي دلوقتي، انا ما كنتش والله العظيم تاتا ما كنت مرتبها، قد تكون رساله ليكي بيقول لك خليكي زي ما انتي عشان انتي اللي كسبانه، رضوى الشربيني مش هي كسبانه. مشاهدتي اعزائي خليكم معانا وتابعونا ومازلنا معاكم وهي وبس.